بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في قناتي كل جديد حول العالم. هتكلم النهاردة في موضوع خطير جدا قرأته. طبعا الجميع، يعني كل الناس مش بيناسبها نفس الأشياء اللي بيعملها الناس الآخرين. بمعنى في حاجة ممكن تناسبني أنا شخصيا تكون غير مناسبة تماما لشخص تاني، وممكن شيء يناسب شخص تاني لا يناسبني أنا على الإطلاق. ده طبعا بداية كده، يعني في كل شيء من أشياء من الأشياء اللي بتحدث في حياتنا. يعني الموضوع الخطير اللي هتكلم عنه مع حضراتكم، قرأت موضوع معين فوصل لي نقطة قلق كبيرة، لأن ممكن كتير من الناس يقعوا في الموضوع ده بدون ما يشعروا. الموضوع هو كان عن الحنة السوداء. الحنة ده دي شيء بيحب يستعمله البنات والسيدات والأنسات يعني، وأوقات كتيرة جدا بيستعملوا الأطفال بناء على الأهل. فممكن نوعيات البشرة ونوعيات الجلد، فيه نوعيات من الجلد، نوعيات بتكون حساسة وبشرة حساسة، ممكن لا يناسبها نوعية الحنة. الموضوع اللي قرأته انه كان هو غالبا يعني في الغرب، ان احدى الفتيات حبت تعمل رسم الحنة على جسمها او على ايدها او على اماكن معينة. الحنة في حد ذاتها فيها مواد كيميائية، وبالتالي قد تؤثر المواد الكيميائية على نوعيات بشرة ولا تؤثر على نوعيات بشرة تانية، لأن في البشرة الحساسة. يعني إيه؟ إحنا دايما في كل مستحضرات التجميل دايما بنعرف إن في بشرات بيناسبها شيء معين. حتى الشامبو نفسه في بشرة للشعر الجاف، للشعر التالف، للشعر الكذا الكذا الكذا. نفس القصة بالنسبة للأنواع، الصابون والشامبو وخلافه. كل الأصناف لابد من عمل اختبار ليها لنوعية البشرة. هل البشرة هتتحملها أو هل البشرة هتناسبها الحنة دي أو لا؟ في بعض الناس بتستعمل الحاجة بدون أي تجربة أو بدون أي اختبار حتى على الأقل، بتتعامل إن الموضوع هو طبيعي طالما شخص تاني اتعامل بيه. زي ما حضراتكم شايفين كده الصورة اللي قدام حضراتكم، البنت نفسها رسمت الحنة، فالمواد الكيميائية اللي فيها أثرت على البشرة بحروق. فطبعا ممكن شيء ما يكونش مناسب للبشرة يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا زي ما احنا شايفين كده. المشكلة الأكبر إنه الأهل بيكونوا مش فاهمين أو مش عارفين، لأن الطفل ده ما يعرفش حاجة أو ما يفهمش ولا يدرك إيه الخطر وإيه اللي ممكن يكون خطر على حياته حتى أو على صحته. لكن الأهل المفروض ناس كبيرة وناس عاقلة، لازم الناس الكبيرة هي تتحكم في الأمور اللي زي كده. شوفوا حضراتكم، آدي صورة تانية إنه الممرضة أو اللي هي بتحاول علاج الطفلة، والطفلة يعني متأثرة جدا. فطبعا ده شيء خطر جدا وشيء يعني في غاية الأهمية إن إحنا نظهره للناس، لعلها تكون يعني زي ما بنقول كده، يعني جرس إنذار إنه الموضوع لازم نخلي بالنا من أي حاجة
على حياة أولادنا، يعني لأن ممكن الأم نفسها تشوف بنتها أجمل بنت في الدنيا، ولكن ممكن بأسلوب غير مدروس ممكن يحدث مشكلة كبيرة. طبعا هي بكل تأكيد إن هي بدون يعني مش بإرادة الأم أو مش برغبة الأم إنها تضر بنتها يعني أو كده، ولكن هي غصب عنها لأنها مش فاهمة. فبقول بحذر يعني كتير من الأمهات، لأن الكتير برضو من الفتيات والأنسات والسيدات بيستعملوا نفس الموضوع اللي هو الحنة السوداء يعني زي ما بنقول كده في أمور كتير يعني. فحبيت بس يعني بعد ما قرأت الموضوع بقول يا جماعة الحنة دي فيها خطر، لأن فيها مواد كيميائية، المواد الكيميائية اللي فيها ممكن تؤدي إلى مشاكل صحية وخطر كبير على الجلد. بقول تاني يا جماعة نوعيات الجلد بتختلف من بنت لبنت أخرى أو من سيدة لسيدة أخرى، أو حتى الرجال، يعني مش بتكلم بقى على الحنة للرجال، هو كل بشرة مختلفة في طبيعة تكوينها عن الأخرى. وسبحان الله الخالق يعني التغيرات دي أو الاختلافات بين بشرة والأخرى لازم نكون فاهمين ونكون بنعي ذلك، يعني إنه ده شيء موجود. فبالتالي اللي هيناسب بشرة معينة مش هيناسب بشرة تانية. فعلشان كده بقول يا جماعة نحاول نحرص في استعمال الحنة دي لأولادنا. نقطة كمان مهمة جدا إنه بشرة الطفل هي بتبقى رقيقة جدا وضعيفة جدا، مش زي البشرة اللي هي مكتملة النمو، لأن طبعا الجلد بيبقى له فترات معينة في عمر البني آدم بينمو زي ما كل أجزاء الجسم بتنمو. فالجلد نفسه بيكون غير متكامل النمو مثلا للطفل، زي ما الأجزاء والأعضاء الأخرى غير مكتملة زي مثلا الشاب الكبير أو الراجل الكبير أو الست الكبيرة. الأطفال ليهم معاملة خاصة وليهم وضع خاص في تكوين جسمهم، فبالتالي مش هيكون اللي بيفيد أو اللي بينفع شخص كبير هيفيد طفل صغير أو طفلة صغيرة. فبقول تاني يا جماعة نحرص بشكل كبير قوي على الأطفال في الأمور اللي زي كده. الأمور دي ممكن تضر الطفل أو الطفلة يعني بشكل كبير جدا جدا على مستوى الجسم، والصور اللي قدام حضراتكم بتوضح قد إيه إن البنت ممكن يحصل لها مشكلة كبيرة جدا في إيديها أو في جسمها بسبب موضوع الحنة ده. قرأت الموضوع فلقيته خطر جدا جدا، فحبيت إن أنا أعرضه على الجميع لعل الناس تدرك هذه الخطورة. دايما بحب ألفت الانتباه لأي شيء فيه خطورة على البشر، يعني أتمنى إن الجميع ياخد الموضوع باهتمام ويدرك مدى خطورة الوضع اللي احنا بنتكلم فيه. يا رب السلامة للجميع، وإن شاء الله يحفظ أولادنا جميعا ولا يحدث مكروه لأحد. ودايما بقول الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. أتمنى للجميع الصحة والسلامة، وإن شاء الله يكون لنا فيديو قادم بإذن الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.